وحلقة جديدة مليئة بالفرح والمتعة والإفادة. كيف ما شفتوا أصدقائي، قضينا معكم أسبوع رائع، أسبوع زوين بزاف أنا وياكم وفنكوش. تعرفنا من خلاله على الفقرات ديال البرنامج ديالنا، مشينا عند صديقتنا سلوى في صيفيات أطفالنا اللي غادي نسافروا معها المغرب كامل، وكل أسبوع غادي تكون في منطقة مغربية معينة مع أصدقاء جداد. أيضا تعرفنا على صديقتنا مريم اللي شفنا معها جوج ديال الفقرات، أناملي العجيبة والمفكر الصغير، وأيضا صديقتنا سعاد اللي شفنا معها من ميرفيو دوا et le petit penseur. وما نساوش أطفالنا أن كل جمعة كنتلاقاو بصديقتنا شيماء فقرة تلاوة القرآن. شنو قلتوا أصدقائي؟ ما عندي ما يتسالكم، ما نسيتوش تاريخ اليوم وفقرة الحركة والنشاط الرياضي الصغير، وهذا الشيء كله راه ما يمكن لكم تلقاوه إلا في برنامج أطفالنا. بالفعل فنكوش، برنامج أطفالنا. أجي واش كيسحب لك نسيتك؟ بصح انا كنقول لسونيا والاصدقاء ديالنا غيكونوا توحشوني بزاف. بالفعل فنكوش، فانا توحشتك بزاف وتوحشت ايضا الاصدقاء ديالنا بزاف بزاف بزاف، والا ما كنتيش انت وما كانوش الاصدقاء ديالنا فانا ما يمكنش ليا ندير البرنامج. حتى انا سونيا كنكون فرحان بزاف ملي كنتلاقاو كاملين انا وانتي والاصدقاء ديالنا. اذا انا فنكوش هذا الاسبوع غادي تكون ناشط واجد ياك؟ هذا الاسبوع راني ناشط بزاف. باين النشاط ديالك يا فنكوش، واكيد الاصدقاء ديالنا اللي كيتفرجوا فينا دابا حتى هما غادي يكونوا ناشطين ومستعدين باش يدوزوا معنا حلقه ممتعه. اش فنكوش نسولك، فين دوزتي الويكاند ديالك؟ هذا الويكاند مشيت انا وبابا وماما وخويا فنكوش واختي فنكوشه، مشينا للبحر وجلسنا بعاد شويه على الناس، لعبنا شويه بالرمله وضربناها بواحد العومه مزيان، ومشينا لقريه الاحلام. واو، شفنا الحيوانات وديت معايا الاصدقاء ديالي. عرفتي شكون هما؟ شكون الاصدقاء ديالك يا فنكوش؟ الزرافه والنعامه اللي عندي في الدار. مشاو حتى هما شافوا الاصدقاء ديالهم. ما عندي ما يتسالك يا فنكوش، واش انا غير جيت وقلت ما نقدرش ندير الحلقه بلا بيك؟ ديما نفوج علينا وضحكنا. يبي اذا انا فنكوش غادي ندوزوا الفقره الاولى واللي هي تاريخ اليوم. برافو عليك، وكنتمنى انك تكون نشيط طيله الاسبوع واخا فنكوش. ايوا نتمنى ولعلي حشمنا. إذا تاريخ اليوم هو الاثنين 20 يوليوز 2020. فنكوش أنا بغيتك تعود معي التاريخ واخا؟ واخا. يلا الاثنين 20 يوليوز 2020. برافو عليك فنكوش، ودابا جات النوبة ديال الأصدقاء ديالنا، مستعدين؟ يلا الاثنين 20 يوليوز 2020. برافو عليكم أصدقائي، ودابا عرفتي شنو فنكوش؟ غنعاودوها كاملين. غنعاودوها كاملين، ما عندي ما يتسالك. يلا الاثنين 20 يوليوز 2020. برافو عليك فنكوش، وبرافو على الأصدقاء ديالنا على هاد الحماس والنشاط اللي بادين به الأسبوع. ودابا غادي ندوزو الفقرة الموالية، فقرة الحركة والنشاط، فقرة الرياضي الصغير. يلا هو معايا. أطفالنا. إذن أصدقائي كيف ما كتشوفوا فقرة الحركة والنشاط. يبي أنا مستعد بعدا. يلا فنكوش، كيف ما كتشوفوا أصدقائي هنا قدامنا واحد المسار. اجي قبل ما نشرح اللعبه بلاتي نسول فنكوش. فنكوش قول لي علاش كنديروا حنا الرياضه؟ كنديروا الرياضه باش نحافظوا على الاجسام ديالنا، لان العقل السليم في الجسم السليم. برافو فنكوش، وكيف سمعتوا اصدقائي قال لكم العقل السليم في الجسم السليم. اذا غادي نشرح لكم اللعبه. كيف ما كتشوفوا قدامي هنا كاين واحد المسار، وحدايا كره القدم. غادي ندوز على هاد المسارات كاملين بحال هكا بحال هكا بحال هكا، وخاصني الماركي تما. هوبا، و الا مشيت حتى طيحت شي حاجز غادي نعاود من الاول وغادي الماركي. متفقين؟ متفق معاك انا بعدا. اجي بعدا انت نسولك، عندك شويه مع كره القدم؟ انت عارفاني انا وبطل العرب كره القدم. عارفه. واش تقبلين نكون انا هو المدرب ديالك اليوم؟
الله هاودي فنكوش نهار كبير هذا. ايوا صافي يلا واش دراس؟ يلا انا وجده انت اللي غتعطيني دابا الحركات. شوفي معايا مزيان. باش نحركوا الارجل ديالنا مزيان. نعم. غادي تجري في بلاصتك واحد 10 ديال المرات. اها. نبداو بها هي الاولى. واخا. يلا. واحد. جوج. ثلاثة. يلا الاصدقاء ديالنا ديروا انتوما بحالي. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعود. عشرة. برافو عليك غادي نديري شهيق صفير. برافو عليك سونيا نعاودو الثالثة. واخا وحتى نتوما أصدقائي ثلاث مرات شهيق زفير. برافو عليك صديقتي سونيا. نعم غادي نعاودو نفس الحركة للمرة الثانية. نعم الجري ياك. اه ديال الجري عاودتي. واخا. واحد جوج ثلاثة ربعة. أصدقائي حسبوا معنا تنتوما. خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة. شهيق زفير. مرة الثالثة وتاني يا صديقتي. هانا درتها والله إلا بالصحة فنكوش. فاش كنديرو شهيق زفير كنسترخاو مع راسنا وكنكونو مستعدين للحركة الموالية. برافو لك سونيا انت والأصدقاء ديالنا. شكرا فنكوش. صديقتي سونيا غادي نمشيو للحركه المواليه. نعم انا مستعده. هاد الحركه معروفين بها الكوريه. شوفي مزيان مزيان نفس الحركه اللي درنا في الاول. الجري. الجري ولكن غنحسبو غير على خمسه. ملي تسمعي الصفاره ديالي غادي تمشي كتجري بسرعه وترجعي لبلاصتك. واخا. مزيان متفقين. اصدقائي قولوا لي واش نتوما غتحسبوا معايا؟ حتى هما كيقوموا معنا بنفس الحركه فنكوش. ايوا برافو عليكم كاملين. يلا مشينا. ثلاثه جوج واحد انطلاق. واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة. بحال هكا فنكوش. برافو عليك سونيا. برافو عليك والله إلا بصحة فنكوش كنشوف هاد الحركة عند لاعبي كرة القدم. برافو عليك صديقتي سونيا هاد الحركة جاتك سهلة. سهلة ها. إذا غادي نعاودوها خمسة المرات متتالية. واخا يلا مشينا. يلا. واحد جوج ثلاثة أربعة. يلا أصدقائي حتى نتوما. خمسة. أوبلا. برافو عليك حالك دابا فنكوش. حالك المرة الثالثة. يلا واحد. يلا أصدقائي يلا. جوج ثلاثة أربعة خمسة. برافو عليك صديقتي سونيا. شكرا. غادي نديرو الحركة الرابعة ومن بعد شهيق زفير. يلا واخا. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. ايه هوبلا. برافو عليك صديقتي سونيا وبرافو على الاصدقاء ديالنا كاملين. شكرا فنكوش وشكرا على هاد الحركات اللي كدير لينا. ايوا ديري شهيق زفير. واخا. برافو عليك صديقتي سونيا. ودابا فنكوش غادي ندوزو اللعبه ديالنا. كيف قلت لكم اصدقائي اللعبه ديالنا هي قدامكم. عندنا واحد المسار وهذا المسار فيه بزاف ديال الحواجز فانا غادي ندوز بكره من هاد المسارات كاملين وخاصني نماركي الكره تما بين هادوك جوج الورديين والا طيحتي مسار غادي نعاود نرجع ونعاود من الاول. متفقين اصدقائي؟ سونيا. نعم فنكوش. خاصك تماركي خمسه ديال الاهداف. واخا ماشي مشكل انا واصدقائي غادي نماركيو خمسه ديال الاهداف. يلا فنكوش مشينا. يلا تسمعي الصفارة ديالي. واخا يلا اصدقائي بدينا بدينا بدينا. اه سونيا. اه سونيا. شكرا فنكوش. شكرا فنكوش. اه ياك حاضي معايا المسارات. يلا 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 هوبلا فنكوش. شكرا صديقي. شكرا فنكوش ودابا غادي نعاودو المسار من الاول كيف قال لنا صديقنا فنكوش. دابا ماركينا واحد باقي لنا ربعة فنكوش. يلا مستعدة صديقتي سونيا. مستعدة فنكوش. أصدقائي مستعدين. يلا فنكوش عطينا الإشارة. يلا 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 أصدقائي. علي سونيا. إيه بشوية عليكم ركزوا. علي سونيا. شكرا علي. فنكوش. شكرا علي فنكوش علي. يلا 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 شوف فنكوش. والعارضة جابوها معالي الحارس. للأسف للأسف لم تسجل الهدف الثاني. ماشي مشكلة فنكوش وكيف ما كنقول الأصدقاء ديالنا ديما المهم هو أننا نلعبوا ونشطوا ماشي مهم إلا خسرنا وإلا ربحنا. إيوا راه باقي لك ربعة البيوت وما
ماشي مشكله فانكوش غنديروا 4 البيوت. لا راه باقيين غير 3 صافي خسرنا في واحد غنكملوا. اه واخا يلا ساده ساده با با بام بام الي سونيا الي سونيا شكرا فانكوش شكرا فانكوش الي سونيا شكرا فانكوش على التشجيعات ديالك سونيا يلا شوف هذا فانكوش الله 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 هدف رائع فانكوش الله 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 صديقنا تسجل على طريقة الكبار شكرا فانكوش هذا الشيء كيرجع ليك وكيرجع للتشجيعات ديالك وكيرجع ايضا للتدريب الاولى اللي درنا في الاول نعم نعم هذا اكيد يا فانكوش تبارك الله عليك سونيا يلا اصدقائي حتى انتم غاديين معنا شحال سجلتوا من هدف دابا ما عندي ما يتسالكم يلا غادي نتسناو عاوتاني الاشاره ديال المدرب ديالنا فانكوش الي 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 فانكوش سونيا الي الي سونيا الي واللعب سونيا اجي اجي تدابيلا اللعب التالي يلا فانكوش يلا 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 سونيا قريبة من التسجيل والهدف الله عليك يا صديقاتنا سونيا شكرا فانكوش انا اكيدة ان الاصدقاء ديالنا مستمتعين معنا في هذه اللعبة كيف حنا مستمتعين هنايا برافو عليك صديقتي سونيا يلا شحال باقي لنا فانكوش دابا؟ باقيين جوج البيوت يلا اصدقائي مستعدين؟ واقفين في الاماكن ديالكم؟ الاشارة ديال فانكوش الي سونيا الي سونيا الي سونيا الي الي سونيا الي يلا فانكوش يلا 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 الي سونيا ويييي يا سلام عليك يا سونيا اذا فانكوش باقي لنا شحال باقي لنا هدف واحد سونيا تسجل على طريقة الكبار ها انت فانكوش غادي نسجلوا هذا الهدف ياك وغادي نعاودوا هذاك الهدف اللي ما ماركيتوش قبيله واخا باش تبقى لي على خاطرك حيت قلتي 5 ديال الاهداف متفقين برافو لك صديقتي يلا اشاره ديال فانكوش اصدقائي اوب 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 سونيا تراوغ اللاعب الاول نعم واللاعب نعم. الثاني واللاعب الثالث في طريق ثم ايه والهدف لكن العرض والهدف رائع جدا صديقنا سونيا اللعبة الممتازة جدا والله إلا عجبتيني يا فانكوش كمدرب واقيلا فقرة الرياضي الصغير غادي تبقى ديما تكون المدرب ديالي أنا والأصدقاء ديالي أنا مستعد دائما إذا أصدقائي باقي لنا هدف واحد اللي ما ماركيتوش قبيلة أكيد أنا عارفة أنتم غتكونوا كويريين وغتكونوا ماركيتو ولكن ما فيها بس عاودوا معايا صديقتي سونيا نعم فانكوش سوف نرفع معك التحدي كيفاش غادي نعطيوك تماركي بيت من تما بلا ما ديري مراوغه غادي اللاعبين من هنا لا غتمشي شويه امام الهدف او امام المروه عفوا هنايا مزيان تما ايوا صديقتي سونيا بلا ما ندوز على الحواجز اصدقائي مزيان شنو كيقول لنا فانكوش الا ماركيتي من تما بيت غادي تربحي بحالي كاس العالم لكره القدم واخا اصدقائي مستعدين حتى نتوما إذا فانكوش حتى أصدقائي مستعدين باش يكونوا حتى هما أبطال كأس العالم ديال الفناكيش واخا فانكوش واخا فانكوش اللي غادي تولي دابا يلا غتعطيني عاوتاني الانطلاقة ولا؟ غادي نعطيك الانطلاقة يلا أصدقائي بشوية عليكم وركزوا على خاطركم ملي عطيتكم الإشارة الماركيو يلا فانكوش إذا أصدقائي اللحظة التي ستنال بسببها كأس العالم للفناكيش صديقنا سونيا مستعدة؟ مستعدة فانكوش مستعدة 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 يلا 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 فانكوش جوج واحد للأسف للأسف كأس العالم كيبقى لي أنا وحدي لقيتيها سبة فانكوش أصلا هاد كأس العالم ديال الفناكيش راه ما كاينش ما تطيقوش أصدقائي أنا كنت باغي ندير معاك محاولة واحدة أخرى لكن بما أنك كذبتي كأس العالم الفناكيشة غادي يبقى بعدي ديالي ايوا بصحتك يا فانكوش وبصحتك كاس العالم ديال الفناكيش اصدقائي كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا وفوجتوا معنا في هذه اللعبه واكيد اكيد غنبغيكم ديروها في المنازل ديالكم مع خوتكم مع خواتاتكم وتستمتعوا حتى نتوما ودابا اصدقائي غادي ندوزوا للفقره اللي حتى هي قلتوا لي عجبتكم بزاف بزاف مع صديقتنا سلوى فقره صيفيات اطفالنا برافو فانكوش فقره صيفيات اطفالنا عرفتوا اصدقائي في هذه الفقره صديقتنا سلوى غادي نسافروا معها بزاف ديال المدن المغربيه وفي كل مدينه غادي تحط فيها الرحال غادي تلقى باصدقاء جداد ووليدات المغرب غادي نشوفوهم كاملين اوه حنايا وليدات المغرب
الخير سلوى. صباح الخير سونيا. صباح الخير فانكوش. كيفاش دايره الاجواء عندكم صيفيه اطفالنا؟ حيت كيف ما قلنا الاصدقاء ديالنا كتعيشوا مغامرات ممتعه ولا لا؟ صح سونيا، كنعيشوا كل اسبوع اجواء من المتعه والمغامرات من خلال زياره مجموعه وحدات المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في جميع انحاء المملكه، ذلك اللي كتسييها المؤسسه المغربيه للنهوض في التعليم الاولي. لذلك مع اطفال هذه المؤسسه غادي نعيشوا واحد المغامره زوينه، واحد اللحظات لمده 5 ايام غتبقى مرسخه في الذاكره ديالهم. وهذا الاسبوع فين غادي تحط بكم القافله؟ هذا الاسبوع حنا في اقليم برشيد، وبالضبط في جامعه سيدي عبد الخالق دوار اللوطي. هذه الجامعه اللي معروفه بتربيه المواشي والفلاحه بمختلف انواعها كالخضار الحبوب والقطنيات. اذا هذا الاسبوع سلوى غادي نتعرفوا على الخضر اللي كتنتج هذه المنطقه. طبيعه الحال سونيا غادي نتعرفوا على منتوجات المنطقه، وعندي لكم واحد المفاجاه زوينه نهار الجمعه. اما اليوم غادي نمشيو نشوفوا سد بن معاشو اللي كيتعتبر اول واقدم سد في المغرب. شنو هو السد؟ ولاش كيصلح؟ خاصك تعرف فانكوش باللي السد بحال شي نهر كبير كنخزنوا فيه الماء ديال الشتاء اللي كتكون صالحه للشرب او للسقي. عندك الحق سونيا، معلومات كلها صحيحه، ومازال غادي نكتشفوا بزاف ديال المعلومات مع اطفال دوار اللوطي. دابا غادي نمشي نلتحق باكرام وعلي اللي كيتسناوني. السلام عليكم علي. السلام سلوى. لاباس؟ لاباس الحمد لله. إكرام لاباس عليك؟ سلام سلوى. لاباس الحمد لله. سلام الوليدات. لاباس. لاباس عليكم؟ لاباس. عارفين علاش نتوما هنا؟ علاش؟ باش نتسوى. شنو آخر؟ نقراو. لا ما غنقراوش، ولكن غندوزو حوايج زوينين. خاصكم تكونوا فرحانين. نتوما فرحانين بعدا؟ مزيان، ولكن دابا انا سلوى ياكو، وانا خصني نتعرف عليكم حتى نتوما. كل واحد فيكم غادي يقول لي سميتو. نبداو بك انت، شنو سميتك؟ يوسف. شنو سميتك؟ يوسف السحبان. مزيان، انت شنو سميتك؟ يوسف. انت يوسف. مزيان، انت شنو سميتك؟ ايا. ايا سميتك؟ ايا. شنو سميتك؟ ايا. يوسف شيبي. اها انت؟ انا غادي اليوم شي نشاط باش يفيقوا شويه. شنو كتقترح اليوم؟ نقترح نديروا شي نشاط رياضي شويه، تحركوا باش يفيقوا معنا الوليدات. يلا بالي. يلا الدراري، يلا نوقفوا بعدي، نوقفوا بعدي على بعضياتنا. يلا كل واحد يوقف في بلاصتو باش نبدا. يلا 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 يلا، خليهم اتساعدين. يلا خليهم اتساعدين بعضياتكم. زحمين راس السود باش ديروا الحركات، ما تقيسوش بعضياتكم، يبقى اتساع بيناتكم. يلا مزيان، يلا كلشي مازال عاقل معاك. يلا نبداو. اجي حدايا اكرام. يلا كلشي معايا. ماذا يقول الجرس؟ هيه. ما سمعت والو، نعاودوها بالجد. ماذا يقول الجرس؟ هيه. يقول يا أولادي. يقول يا أولادي. ناعسين ناعسين، نعاودوها عاوتاني من الأول، وكيفيقوا معايا، شكون مازالين ناعسين، واخا؟ ماذا يقول الجرس؟ هيه.
عاودوها عاوتاني. ماذا يقول الجرس؟ يقول يا أولادي، يقول يا أولادي، يا رفعة البلاد، يا رفعة البلاد، يقول يا أولادي، يقول يا أولادي، يا رفعة البلاد، يا رفعة البلاد. مزيان، يلا كل واحد يرجع بلاصتو نديرو حركات رياضية واخا. يلا شوية اللور، شوية اللور، شوية اللور، شوية اللور، شوية اللور، باش نديرو اتساع ما نلقيش صحابنا. يلا كلشي طلق يديه، يلا طلق. اجي انت هنايا حدا. طلق 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 طلق، يلا كلشي طلق رجليه، كلشي طلق طلق. يلا يلا يلا. حرك 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 حرك. يلا يلا كلشي. يلا يوسف، يلا تحرك يا سي محمد. واحد، جوج، علي 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 علي، خمسة، برافو. علي سي محمد. سبعة. يلا يلا يلا. سعود علي فردوس. عشرة. يلا ارتاحوا شوية، نتنفسوا مزيان دابا واخا. يلا سي محمد. يلا با. يلا عاود عاود. فوف. مزيان. يلا عاود عاود ثاني. يلا دعاء. دعاء معايا ياك. يلا بالجنب شويه. يلا يلا حيدوا لي الكنز. جنب شويه هكا. يلا 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 يلا. يلا الجهه الاخرى عاود ثاني. يلا الجهه الاخرى نشوف. مزيان. زيد زيد. يلا سي محمد. مزيان. برافو. يلا سكوا راسكم الدراري. برافو. انا بالو ليا عيلي راه بداو كيفيقوا. لا فايقين دابا صافي موجودين. موجودين. برافو. سكوا راسكم الوليدات. شكون فيكم فايت شايف سد بن معاشو؟ انا. بلا تا فردوس نسولو محمد يقول لنا. محمد فايت مشي لي سد بن معاشو؟ ها شنو فيه شنو؟ في البحر، في عالثاني هذاك، في الشلال، في الخضر، في اللعب، في الرملة، صافي، وفي الشجر. واش تدينا ليه دابا نمشيو معاك؟ اه صافي. أصدقائي احنا دابا غادي نمشيو مع صديقنا محمد باش نكتشفوا سد بن معاشو، يلا معنا حتى نتوما. واش هادي هي البلاصه اللي قلتي لينا عليها؟ اه. هنا تتجي مع ماماك وباباك وخوتك؟ اه. دابا تا قافله صيفيه اطفالنا عاودت جابتكم كاملين هاد البلاصه، ولكن عندنا لكم واحد المفاجاه زوينه، ومعنا هند بنت المنطقه هي اللي غادي تعطينا معلومات كثيره على هاد البلاصه، وغادي تعاود لنا واحد الحكايه زوينه، ياك هند؟ اكيد غنعاود لكم واحد الحكايه زوينه عن الواد. هكاك، شكون اللي باغي يسمع الحكايه؟ انا. صافي يلا هند قولي لنا. تعدين؟ عادين. كان يا مكان تكان في واحد الزمان واحد الولد سميتو عادين، جا لعند جدو القبيله كيف العاده، هو يخرج كيتسارى شمد الواد، هو يتفاجئ بان ليه الواد خوا من الماء والارض نشفات ولات فيها واحد الريحه كريهه خايبه بزاف. ومشى عادين كيجري عند جدو، قال ليه جدي شنو وقع لهاد الواد حتى نشف؟ هو يقول ليه جدو ايه وليدي كيف ما كتشوف كنتو كتجيو شحال هادي وكتجريو جنب هاد الواد وكتبقاو تلعبوا بهذاك الماء والناس حداكم تيصيدوا بالحوت، ولكن بسبب الاهمال ديال الناس القبيله ولا الواد بحال هكا، وحتى البهيم والكسيبه كل هاد الضرات بنشوف هي ديال هاد الواد. ومن بعد ما تصنط عادي الجد ديالو مزيان بقى كيفكر على شنو هو الحل اللي غيلقى للناس ديال القبيله باش يرجع ليهم البال الواد. فكر مزيان ومشى جمع كاع الناس ديال القبيله نساء ورجال وقال ليهم واش بغيتوا الحل لهاد الواد باش يرجع ليه الماء كيف ما كان. قالوا لي ايه ما كرهناش. قال لهم سمعوا لي مزيان، غادي تنوضوا وغطلبوا من هاد الواد السماحه. هو ينوض واحد من القبيله بدا كيضحك، جاوبوا هو يقول ليه واش انت كتضحك علينا، غادي نوضوا عند هاد الواد ونطلبوا منه السماحه. جاوبهم عادين السماحه اللي غادي تطلبوا من هاد الواد هي غادي تنوضوا وغتشمروا على كتافكم وغادي تنقيو هاد الواد وتجمعوه مزيان. وداكشي اللي داروا ناس ديال القبيله، ناضوا وجمعوا داك الواد داروا بري عادين. مهم داز ايام وسنين وشهور وبقى الواد على داك الحال ناشف. واحد النهار ناس ديال القبيله سمعوا باللي عادين جا
ومشاو الناس ديال القبيله كيجريو عند عادل وقالوا ليه يا هاد الفاهم فينا هو الحل اللي قلتي لنا باللي ما غيرجع باللي نقينا الواد وباقي الحال هو هو على هذاك الواد. وضحك عادل وقال ليهم هو كيشوف السما اللي كلها غيوم وقال ليهم تسناو يا ناس القبيله هذاك الشيء اللي ضيعتو سنين راه ما يمكنش يرجع ليكم في نهار ولا في شهور. وهكا كان غيمات السما وصبات الشتا وعمروا الويدان ودابوا الثلوج والناس ديال القبيله فرحوا وخرجوا البهايم لهاد الواد شربوا منه ورجعت المياه لمجاريها والناس ديال القبيله فرحوا وداروا بكلام عادل وعاهدوا الناس ديال القبيله عادل باش يتهلاو في هذا الواد. وهكا كانت القصه ديالنا اطفالي الصغار. واش هذا الواد هو اللي عاودتي لينا عليه؟ ماشي هو ولكن بحاله. هذا الواد سميتو واد ام ربيع اللي كيتواجد فيه السد ديال بن معاشو اللي كانوا بناوه الفرنسيين سنه 1929. ونزيدكم واحد المعلومه اخرى، اول مكانه ديال الضو كانت هنايا في هذه البلاصه. اش كيصلح السد؟ كيصلح للتصفيه والسقي. التصفيه يعني باش يصفي لنا هذا الماء ويكون صالح للشرب ونشربوه، والسقي باش يسقي لنا الخضره والنعناع كاع هذاك الشيء اللي كينبت في الارض اللي تناكلوه. شي الواد فيه الاسماك؟ فيه الاسماك ولكن ماشي دوك الاسماك الكبيره اللي كتعرفوا بحال القرش، غير هذوك الاسماك الصغيره. شكون كان كيدير الاسبال في الواد؟ الناس ديال القبيله هما اللي كانوا كيديروا الاسبال في الواد. شنو هي القبيله؟ القبيله هي بزاف ديال الناس ساكنين في الدوار. والناس كيشربوا من هذا الواد؟ اكيد كيشربوا منه ولكن حتى كيتصفى. علاش كاين السد؟ شكرا هند بزاف على هذه الحكايه، انا بعدا عجبتني وباينه حتى اصدقائي عجبتهم. عجبتكم الحكايه ديال اليوم؟ بزاف ولا شويه؟ بزاف. ما سمعت والو. اذا ما عجبتكمش، عجبتكم بزاف ولا شويه؟ بزاف. مزيان. وغادي تعاودوها لاصدقائكم؟ غادي تعاودوها لاصدقائكم؟ صافي راه باقي فيكم شويه ديال النشاط. دابا نشوفوا مع علي تغنيو شي نشيد قبل ما نمشيو. غنيو واحد النشيد مجموعين واخا؟ يلا كلشي مشيتكم ناس واش نغنيو ولا لا؟ مزيان. يلا نبداو. يلا بداو. يلا واحد جوج فرس وعلي ينام في الاسطبل بينما علي يستريد في الحلوى جاءه فارس فسرق الفرس ثم اختبأ في الغابة البعيدة. وشا لا 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 ولي وشا لا 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 وشا لا 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 برافو. هادو هما اصدقائي ديما النشاط. ودابا المغامره ديالنا ديال اليوم سالات ولكن غدا عندنا لكم بزاف ديال المفاجات. مازال باغي تكتشفوا معنا مفاجات اخرى؟ صافي دابا غادي تمشيو ترتاحوا باش غدا تجيوني كلكم نشاط وحيويه. صافي يلا نديرو باي باي. اذا شكرا سلوى، كنشكركم على هذه اللحظات الممتعه اللي كندوزو معكم ونتلاقاو بكم غدا ان شاء الله مع نفس الاطفال في مغامره جديده. اجي فنكوش قول لي كتعرف تعوم شويه؟ كنعوم في الدوش وفي الحمام وكنغسل شعري بوحدي. فنكوش ما كنهضرش على الدوش والحمام، انا سولتك واش كتعرف تعوم في البحر؟ كنت داوي على البحر شويه وصافي، راه مازال كنتعلم. ما فيها باس فنكوش، مازال تعلم وتولي بطل السباحه ديال الفناكيش بحال بطل كاس العالم ديال الفناكيش. لا 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 بارك عليا، غير بطل العالم في كره القدم. واخا فنكوش. وبهذا فنكوش كنكون وصلنا لفقره انا ميل العجيبه. برافو فنكوش. اذا يلا هو معنا عند صديقتنا مريم. مرحبا بك مريم. ربي يخليك سونيا. لاباس عليك؟ الحمد لله انتم بخير. الحمد لله. انت معنا في الاسبوع الثاني من البرنامج والاصدقاء ديالنا توحشوك بزاف بزاف يا مريم. حتى انا توحشهم بزاف على داكشي متواجده معكم اليوم باش نعيشوا تجربه جديده. وما ننساش حتى فنكوش كيقول لي بغيت مريم بغيت مريم بغيت مريم. فنكوش ها هي مريم معنا اليوم. صديقتي مريم لاباس عليك بخير، توحشتك انا والاصدقاء ديالنا بزاف. حتى انا توحشتكم بزاف فنكوش. شكرا صديقتي مريم. بنتي ليا نشيط اليوم باش فاطر. طبيعه الحال غادي نكون نشيط لانني شارب الحليب بزاف. مزيانه فنكوش.
ودارت لي ماما واحد القومليطه بنينه بزاف. فطر بالبيضه فنكوش. كيعجبني البيضه انا بزاف. عليها عرفتي البيضه فنكوش راه مالي بالدهنيات والبروتينات اللي كيخليو الاطفال ديالنا كيكبروا وكيرجعوا لنا ابطال. واو داكشي علاش انا واعر بزاف. اذا فنكوش بما اننا جبدنا الهضره على الحليب والبيض، واش عاقل في الحلقه الماضيه شنو صايبنا بالحليب؟ راني عاقل مزيان، درنا الحليب العجيب. مزيانه فنكوش، واليوم غادي نصايبوا مع بعضياتنا البيض. واش انت مستعد؟ واو انا مستعد. اذا اصدقائي اليوم فقره اناملي العجيبه غادي نصنعوا مع بعضياتنا البيض، لكن هذا البيض اصدقائي ماشي بحال اللي عندنا في المنزل، وانما البيض الملون. يلا اصدقائي معايا. إذن أصدقائي كنرحب بكم مرة أخرى في ركن الفن والإبداع، واللي هي فقرة أناملي العجيبة. كيف ما قلت لكم أصدقائي أننا اليوم في هذه الفقرة غادي نصنعوا مع بعضياتنا البيض الملون. إذن أصدقائي هذا البيض ماشي كيف البيض اللي عندنا في المنزل، وإنما ملون. إذن أصدقائي وكيف ما قلت لكم أن البيض فيه مجموعة من البروتينات والدهنيات اللي كتساعد الأطفال على تقوية الأجسام، وبالنهاية كيرجعوا صغارنا أبطال. إذا أصدقائي واش نتوما مستعدين باش نبداو تجربة اليوم؟ إذا أصدقائي أول حاجة وكيف العادة غادي نتعرفوا مع بعضياتنا على الأدوات اللي غادي نحتاجوها. إذا أصدقائي كيف ما كتشوفوا عندنا هنا الورق الماس اللي كيتواجد عندنا في المطبخ، مقص، ملونات أصدقائي، شباكة، وصحن فيه الماء أصدقائي. إذن أصدقائي نعودوا نتعرفوا على الأدوات. ورق الماس اللي كيتواجد عندنا في المطبخ، مقص، أقلام لبدية أصدقائي بألوان مختلفة، شباكة، وصحن فيه الماء. إذن أصدقائي الآن بعد ما تعرفنا على الأدوات، واش مستعدين نبداو طريقة صنع البيض الملون أصدقائي؟ نبداو على بركة الله. أول حاجة غادي نطويو هاد الورق أصدقائي في النصف باش نحصلو على طبقتين كما كتشوفوا معايا. من بعد أصدقائي غادي نرسم شكل البيضة بالقلم الأسود أصدقائي. كيف ما كتشوفوا أنني الآن رسمت شكل البيضة، ودابا أصدقائي غادي نحاولوا أننا نلصقوها بالمشبك من الأسفل. والآن غادي نقطع هاد شكل البيضة، ونحاول أصدقائي نخلي الإطار الأسود كيبان. وكيف ما كتعرفوا أن البيض كيجينا من الدجاج، وديك البيضة أصدقائي حتى هي كيكون فيها واحد الكتكوت صغير، وداك الكتكوت توا أصدقائي كيكبر وكيرجع لينا دجاجة. والآن أصدقائي كيف ما كتشوفوا هي شكل البيضة. دابا أصدقائي غادي نفتحها بهذه الطريقة، وغادي نرسمو فيها اللي بغينا، يا زهور يا كتكوت، قلوب، خطوط. أنا أصدقائي غادي نرسم في البيضة الأولى كتكوت، هذا أصدقائي خط منكسر، غادي ندير واحد نصف دائرة، والآن أصدقائي كيف ما كتعرفوا لون الكتكوت بالأصفر. غادي نلون الكتكوت باللون الأصفر،
أصدقائي، هذا البيض الاسم ديالو البيض الملون. عاقلين أصدقائي شنو قلت لكم على البيض؟ مليء بالدهنيات والبروتينات اللي كتساعد الأطفال على تقوية الأجسام. ودابا أصدقائي غادي نلون أسفل البيضة باللون البرتقالي. كنتمنى أصدقائي تكونوا متبعين معايا المراحل باش تصايبوا بحال هاد التجربة في المنزل. يقدر نتوما أصدقائي ترسموا حوايج أخرى أطفالي. أنا البيضة الأولى هي واجدة، كنسدها أصدقائي بهذه الطريقة. ما كيبقاش يبان لنا شنو أنا رسمة في أسفل هاد الورقة. إذن أصدقائي دابا نصيبوا البيضة الثانية نفس الطريقة. أصدقائي غادي نشد الورق ونطويه بحال هاد الطريقة باش نحصل على طبقتين. وغادي نرسم أصدقائي شكل البيضة. شكل البيضة أصدقائي معروف عند كل شيء أصدقائي. وكيف ما درنا قبل أصدقائي غادي نلصقوا أسفل البيضة بهذا المشبك. والآن غادي نقطعوا شكل البيضة ونخليو دائما داك الإطار يبان. أصدقائي أنا منين كنت صغيرة كان عزيز عليا البيض بزاف، كنت كل صباح كنفطر به باش نكبر داغي. ودابا أصدقائي شنو بان لكم في هاد البيضة؟ الرسمو زهرة زوينة بزاف. يلا أصدقائي أول حاجة الرسم الغصن. كيف ما كتشوفوا معايا اصدقائي دابا ساليت من رسم الورده غادي نسد البيضه. كيف ما كتشوفوا معايا اصدقائي ما كيبقاش يبان لينا شنو انا رسمه في الوسط. ودابا غادي ننتقلوا للبيضه الثالثه اصدقائي. غادي نطوي الورق في النصف وغادي نرسم شكل البيضه. عفوا اصدقائي غادي نلصق اسفل البيضه المشبك. ودابا غادي نقطعوا شكل البيضه. اذا اصدقائي شنو بان لكم
رسموا في هذه البيضة مجموعة من الخطوط. يلا أصدقائي نديروا هنا واحد الخط مائل باللون البرتقالي، اللون الأزرق، كيفما كتشوفوا أصدقائي دابا ساليت من صنع البيض الملون. أصدقائي دابا لاحظوا معايا، انتبهوا أصدقائي شنو غادي يطرى لهاد البيضة. كيفما كتشوفوا ما كيبانش لينا شنو فيها، شوفوا معايا دابا أصدقائي. ها الأصدقائي شوفوا شنو ولا كيبان لينا، الرسومات اللي رسمنا داخل البيضة. رائع الكتكوت أصدقائي. الزهرة، هائل أصدقائي شفتوا معايا البيض الملون. إذن أحبائي الصغار كنقول لكم ديروا بحال هاد التجربة في المنزل، وكنبغي نقول للآباء ساعدوا وليداتكم باش يقوموا بحال هاد التجارب في المنزل باش يتنمى لهم الجانب الفني والإبداعي. أصدقائي شنو بان لكم ننشدوا مع بعضياتنا ونشودة زوينة على البيض؟ يلا أصدقائي نسلق بيضة هذا الأفضل كغذاء يبقى الأكمل، تضاف في النار وتشوى أو تفقص في الزيت وتقلى. نسلق بيضة هذا الأفضل كغذاء يبقى الأكمل، يضاف في النار ويشوى أو يفقص في الزيت ويقلى. الأح بياض في البيضة والمح صفار في البيضة، كل فيها من الخيرات من دهون وبروتينات، كل فيها من الخيرات من دهون وبروتينات. نسلق بيضة هذا الأفضل كغذاء يبقى الأكمل، يضاف في النار ويشوى أو يفقص في الزيت ويقلى. نسلق بيضة هذا الأفضل كغذاء يبقى الأكمل، كل فيه من الخيرات من دهون وبروتينات. أصدقائي كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معايا في هذه الفقرة. شكرا لكم على المتابعة ونتلقاو في حلقة جديدة بإبداع جديد أصدقائي. شكرا لكم مرة أخرى وإلى اللقاء. إذن أطفالنا كنشكروا صديقتنا مريم على هذه الفقرة الجميلة اللي قدمت لنا. قول يا فنكوش كيف جاك البيض الملون؟ والله إلا هادشي زوين، أنا راه من ديما كتعجبني فقرة أناميلي العجيبة. غادي نمشي نجرب هادشي في الدار ونجي نوريهم لك أنت والأصدقاء ديالي. واخا فنكوش متفقين. أصدقائي عاوتاني وصلنا لنهاية الحلقة. ماشي مشكلة فنكوش، كيف ما شفتوا بدينا بفقرة الرياضي الصغير اللي لعبنا فيها ونشطنا مجموعين كرة القدم، ومن بعد دزنا عند صديقتنا سلوى اللي عرفتنا على سد بن معاشو، وأيضا تعرفنا على الخضر اللي كتميز بهم هاد المنطقة. ودابا شوية كنا مع صديقتنا مريم في فقرة أناملي العجيبة اللي قامت لنا بواحد الإبداع زوين واللي هو البيض الملون. ودابا قبل ما كنساليو الحلقة كنمشيو أصدقائي النشيد ديالنا. لا أصدقائي ما غاديش نديرو قطتي الصغيرة، فاليوم وطيلة الأسبوع عندنا نشيد جديد واللي غادي يكون هو Une souris verte تقرغي بالأرب. أصدقائي غادي نبقاو مع النشيد وغادي نتلاقاو بكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد وعلى نفس القناة. بوسات كبيرة لكم. يبي يلا أصدقائي نتوما فنكوش غادي تحفظوا معنا هاد النشيد اللي غادي نسمعوه السيمانة كاملة. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je la
l'attrape par la queue. Je la montre à ses messieurs. Ces messieurs me disent: trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Aïe aïe aïe! Bravo, Fencouche! La 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 la! Qui courait dans l'herbe, je la mets dans un tiroir. Elle me dit qu'il fait trop noir. Ces messieurs me disent: trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Bravo, Fencouche! Faut-il tout chaud? Yalla, n'kemmelou chi l'akhor! Une souris verte qui courait dans l'herbe, je la mets dans mon chapeau. Elle me dit qu'il fait trop chaud. Ces messieurs me disent: trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Bravo, Fencouche! Yalla, Fencouche! Dans l'herbe, je la mets là dans ma main. Elle me dit qu'elle est très bien. Ces messieurs me disent: trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Bravo, Fencouche! Ben aoudou la chanson, on a fait mal à l'asdiqa et d'elna. أصدقائي نتلقى بكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد وعلى نفس القناة.